دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ إلى مسقط العمانية. شق الطبيب السوري سامي المساء خطرقه في مجال طب الأسنان بعد أن تخرج من جامعة دمشق، واكتسب الخبرات اللازمة لينقل ما تعلمه لأبناء الجالية في المغترب عبر فتح عيادة الأسنان السورية التي كبر بها طموحه وعمله لتصبح من أشهر العيادات بين السوريين والعمانيين والعرب المقيمين. تخرجت من جامعة دمشق سنة 2003. من جامعة دمشق طبعا معروفة بعراقتها، معروفة بتخريجها للطلاب بكل المجالات ما شاء الله، يعني وين ما بنروح بنعرف جامعة دمشق، بنقول خريج جامعة دمشق بيعرفوها انه جدا قوية الحمد لله. بلشت حياتي المهنية من بعد التخرج بسوريا، بعدها بفترة انتقلت لسلطنة عمان. العيادة السورية هون جذبت كثير من الإخوة العمانيين، حتى جذبت الإخوة السوريين وجميع جنسيات العرب. قدرنا نتميز بفضل رب العالمين بالجودة، بالشغل، بالأسعار، حتى صرنا مشهورين ومعروفين الحمد لله. سمعة الطبيب السوري لا تقتصر على مجال محدد، بل تمتد لهذا المجال الحساس لدى الناس، والذي يحتاج لدقة وخبرة في معالجة المرضى، وهو ما كان حيث حصل على شهرة واسعة نظرا لما يقدمه للمرضى من علاج متميز. طبعا أنا جيت العيادة السورية اليوم مو أول مرة، تقريبا ثالث أو رابع مرة، ونفس الشيء من أهلي يجيوا العيادة يعني، وعرفت عن طريق عن العيادة عن طريق أهلي أصلا. الدكتور سامي سمعته ما شاء الله ممتازة، وعلاجه زين وسريع وفاهم شغله يعني. دكتور سامي بيقدم خدمة جيدة جدا جدا، فاهمني؟ فأنا بالنسبة لي مش هنظر للأسعار أو الآخر، وأعتقد عن خصومات كتير جدا موجودة على الفيسبوك وعلى الانترنت والامور دي كلها، بس الخدمه مميزه تمام، بالاضافه لحاجات تانية زي ضمانه الحاجه اللي هو بيعملها، يعني تحس الدكتور انت بتتكلم معاه اللي هو واثق وبيعمل ايه. طبعا الهدف الرئيسي انه نرجع لبلدنا ناسس فيها شغل، هذا منا كل واحد منا يكون ببلده ياسس اسم له ببلده ويرفع اسم بلده فوق برا السلطنه وضمن سوريا، ولنا الفخر انه نحن سوريين. نجاح المشروع والخبرة التي يكتسبها الدكتور سامي يوما بعد آخر يجعلانه فخورا بما يقدمه كطبيب سوري مغترب، حيث أنه يطمح أن يعود لنشر ما اكتسبه طوال السنوات في الغربة ومعالجة السوريين في المستقبل في المدينة التي نشأ فيها. الإتقان والتفاني في العمل سمة مميزة للسوريين عموما، وهو النهج الذي يحاول أن يتخذه الدكتور سامي. سمر العلي، الأخبارية السورية.